خبر عاجل منذ قليل، قوة أمنية تعتقل الطبيب حامد اللامي من داخل عيادته في بغداد. الآن قوة أمنية تعتقل الدكتور حامد اللامي بعد كشف فساد بعض المدراء العاملين في وزارة الصحة وانتقاده المتكرر لعمل الوزارة في مواجهة كورونا. جاء ذلك الاعتقال بعد قرار إيقافه عن مزاولة المهنة بالأمس، وهذا هو قرار نقابة أطباء العراق بإيقاف هذا الدكتور عن العمل بالأمس.